بردة فعل على ما يجري الآن في ليبيا، وخاصة بعد هذا البيان الذي تبنى المسؤولية عن هجمات القبة باسم تنظيم الدولة الإسلامية في إقليم برقة؟ أولا يتقبل المولى عز وجل شهداءنا في فسيح جناته، نترحم عليهم ونعزي أهالي الضحايا والشعب الليبي عامة. ليبيا اليوم وبالأمس ولمدة سنة مضت أو أكثر في حرب دائمة ضد الإرهاب وفي ألم دائم من هزمات الواحدة تلو الأخرى من هؤلاء الإرهابيين. هذه ليست الهجمة الأولى ولا الأخيرة، لقد قدمنا مئات الشهداء وآلام ليبيا لا تنتهي. آن للعالم أن يستمع لهذه الآلام وأن يتخذ موقفا واضحا وجليا. طيب. كيف تود أن يكون هذا الموقف دكتور عارف؟ الدولة الليبية طالبت بأن يقف معها العالم في مواجهة هذا الإرهاب الذي لا يعرف لا دولة ولا غيرها، لا يفرق بين ليبي وغير ليبي. هذه الظاهرة ظاهرة عالمية، علينا أن نقف في وجهها جميعا. وفد الدولة الليبية في الأمم المتحدة طالب بمجموعة من المطالب وللأسف لم يلتفت إليها، بل تطالب الدولة الليبية والبرلمان بالمضي قدما في الحوار للوصول لحكومة وحدة وطنية، مع أن خوفنا هو أن هذه الحكومة المنشودة سيستحوذ عليها الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة كما استحوذوا على الحكومات السابقة. طيب دكتور عارف، ما دام الحكومة الليبية دخلت في هذا الحوار وقبلته، وذكره أيضا وزير الخارجية الليبي في سياق كلمته أمام مجلس الأمن قائلا أن هناك مؤشرات إيجابية، بغض النظر هناك أطراف ليبية الآن مجتمعة لتتفق على شيء ما، هذه هي الأولوية الغربية الآن، هل ترى أنها ممكن أن تتحقق؟ لتليها الخطوات التالية تتحقق لو اقتنع إخواننا الليبيين من مصراتة بأن يهاجموا داعش في وسط سرت. سرت تحت سيطرة مصراتة، الآن باتت تحت سيطرة داعش. على مصراتة أن تهاجم هذه القوات الداعشية التي سيطرت على وسط المدينة. الجيش الليبي الآن يقصف بعض مقرات داعش في وسط سرت، على هذه القوات المصراتية أن تهاجم داعش. هذا عدو مشترك. إن كان الحوار يعني الوحدة الوطنية مع مصرات ومع غيرها من قبائل ومدن ليبيا في مواجهة الإرهاب وداعش، فمرحبا بالحوار الوطني ومرحبا بالحكومة الوطنية الموحدة. ولكن إن كانت الحكومة الموحدة تعني التنازل للإخوان والمقاتلة الذين أصلا زرعوا الإرهاب في بلادنا، فهذا لا يقبل أبدا. طيب يعني هناك من يقول انه ايضا الحكومه الليبيه تستفرد بالقرار الان عندما تنسق مع الجيش المصري في غاراته، هناك طرف ليبي داخل في الحوار يرفض هذه الغارات يتحفظ عليها، والان تنظيم الدوله الاسلاميه باقليم برقه يدخل من هذا الباب ويقول انه ما فعلوا اليوم في القبه هو رد على الغارات المصريه في درنا. سبحان الله، يعني قوم يستعينون بشيشان وبجزائريين وبسعوديين وبتوانسة وبجزائريين من كل حد وصوب، ثم يعني عندما يستعين الجيش الليبي بأي دولة دكتور أنا هنا لا أتحدث دكتور عارف، أنا هنا لا أتحدث عن رأي تنظيم الدولة، ما لنا به يعني أنه دعهم فيما يقولون، ولكن أتحدث عن رأي طرف من المفترض أنه الحوار الليبي يقوم معه الآن. إن كنت تقصدين الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة، فهم هؤلاء من كانوا أصلا مشتلا للإرهاب ومن زرعوا تنظيم داعش في ليبيا. فأي عن أي أطراف أنت تتحدثين؟ لا يعترض على مساندة الجيش الليبي إلا مساند لهؤلاء الإرهابيين. طيب دكتور، يعني وضحت جدا الفكرة التي تتحدث بها، ولكن يعني ربما ترى أكثر مني المعضلة الآن،
من تقول عنهم أنهم من ربما زرعوا، تتهمهم بأنهم زرعوا الإرهاب غربيا. أنتم مطالبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية ويعني التوصل إلى اتفاق ليبي ليتم رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي وليتم التدخل بشكل أوضح في ليبيا بمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. من ما أسمع من حضرتك فقط لو أكمل السؤال دكتور عارف، من ما أسمع من حضرتك من أيضا أطراف ليبيا يبدو أن الحوار الليبي لن يصل إلى حل قريبا، فبالتالي هل ليبيا قادرة على المضي في هذا الشكل على الأكثر اقتصاديا؟ يعني الآن ليبيا تصرف من احتياطها الاستراتيجي. نعم، نحن نرحب بالحوار الوطني إن كان يعني الحوار بين النسيج الاجتماعي الليبي بين قبائل ومدن وقرى ليبيا، هذا نرحب به، ونرحب بأي حكومة ائتلافية توحد صفوف الوطنيين الليبيين من كافة المدن والقرى بما في ذلك مصراتة، هذا نرحب به. ولكن ما لا نرحب به هو أن يفرض علينا الإخوان المسلمين والمقاتلة بعد أن خسروا جميع الانتخابات في ليبيا، خسروا 3 انتخابات، وبعد الانتخابات الأخيرة عندما خسروها هاجموا العاصمة وهاجموا بنغازي المدينة الثانية. كيف يعني ننسى الإرادة الشعبية الليبية المتمثلة في النتائج الانتخابية ونتنازل لهؤلاء على مفاصل الدولة التي للأسف تحكموا فيها على مدى 4 سنوات وبنوا فيها هذا الوحش الذي يقتل الليبيين الآن؟ طيب يعني وبرأيك ما هو السبيل الأمثل لمعالجة واقع الحال؟ يعني أنت ترى، أعتقد من الناحية العملية على رجالات مصرات العقلاء ونحن على تواصل معهم أن يقفوا موقف حاسم مع ليبيا ضد هؤلاء الإرهابيين. هناك خيار اليوم، إما أن تكون مع ليبيا دولة ليبيا وإما أن تكون مع دولة الدواعش، وهذا الخيار يجب أن يؤخذ في الساعات القليلة القادمة. طيب. على إخواننا الليبيين من مصراتة أن يقفوا وقفة رجل واحد مع الجيش الليبي ضد داعش في سرت. طيب. لأنه لو دكتور هناك خيار آخر ممكن تحرير ليبيا. نعم، هناك خيار آخر، كلما تتعقد المسائل في ليبيا في اليمن يعود ليقفز إلى الواجهة، وهو خيار التقسيم الأقاليم. هل برأيك أنه هذا ممكن أن يكون منفذ لليبيا بمواجهة كل هذه التعقيدات؟ هذا لن يكون منفذ، وهذا تصور لأعداء ليبيا. حتى الفيدراليين في ليبيا لا ينادون بالتقسيم، بل ينادون بليبيا موحدة، هي مسألة إدارة لا مركزية، هذا ما يقصدونه. فليس هناك ليبي حر يريد أن يقسم ليبيا أو يفتتها. الذين يريدون أن يقسموا ليبيا هم الذين يريدون أن يأخذوا هذه القطع الليبية الصغيرة ليبنوا بها دولة غير ليبية، دولة يسمونها الدولة الإسلامية. طيب. والإسلام منها براء حقيقة. دكتور عارف، برأيك تنظيم الدولة الآن ماذا يريد من ليبيا؟ يعني هناك طروحات عدة أنه على غرار فروع أخرى يريد أن يبقى ويتمدد في هذا البلد، وهناك طرح خاص بليبيا بأنه تنظيم الدولة يريد أن يجعل من ليبيا بوابة من وإلى الاتحاد الأوروبي لاستيراد المتشددين المتطرفين أو تصديرهم إلى هناك. كأي جسم طفيلي، هذا التنظيم يريد أن يستخدم موارد ليبيا في بناء نفسه وبناء حلفائه والتمدد في المنطقة، بل في أوروبا وفي العالم أجمع. هي حقيقة محاولة لاستنزاف ليبيا وسرقة موارد ليبيا لبناء وحش دولي خارق للدول الوطنية. هم لا يؤمنون بليبيا أصلا، يؤمنون بشيء أكبر من ليبيا، هو تنظيم عالمي يريد أن يبني نفسه على حساب الشعوب وعلى حساب دماء الشعوب. نعم، هناك تهديد مباشر لأوروبا، سرت هذه ساعة وربع من روما بالطائرة، ساعتين ونصف من باريس، 3 ساعات ونصف من لندن. أوروبا في خطر، ولكن الخطر الحقيقي الأول هو على الشعب الليبي، الشعب الليبي الذي قدم الآلاف من الشهداء ومن الجرحى ومن المهجرين، مئات الآلاف مهجرين، ونحن نتحدث اليوم، هؤلاء هم ضحايا هذا التنظيم الذي يريد أن يبني نفسه على حساب شعبنا العظيم. شكرا جزيلا لك دكتور عارف علي نايد.